هي من العفو؟ أين هي من الرحمة؟ أين هي من التواصل؟ أين هي من التراحم؟ أين هي من المؤمن أخ للمؤمن؟ أين هي من المسلم؟ المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. أين هي من كل هذه الروابط العظيمة والمبادئ والقيم النبيلة في تعاملها بين الأفراد فيما بينهم وبين الجماعات فيما بين بعضها بعضا وبين المجتمعات بشكل أوسع؟ إنها قد فقدت بوصلة الأخلاق التي تقود إلى الفرائض. ألم ينتشر بين أبناء أمتنا وبين أبناء شعبنا العدوان على الآخر وعلى الأموال وعلى الممتلكات وعلى الدماء لأتفه الأسباب؟ لو استعرضنا حوادث القتل التي تنشأ في المجتمع والتي ترتكب وهي جريمة عظيمة تهتز لها السماوات والأرض ولها ابن الكعبة، أهون عند الله سبحانه من أن يهدم بنيان للمسلم؟ أين نحن أيها المسلمون من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن أخلاقه الكريمة التي حثنا على التحلي بها لنفوز بخير الدنيا والآخرة؟ أين نحن من تعاليم هذا الدين الحنيف الذي يقول فيه الإمام علي كرم الله وجهه: الإنسان إما أخ لك في الدين وإما أخ لك في الإنسانية. انظروا أيها الإخوة المؤمنون إلى مدرسة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، كيف ربت سلفكم الصالح على الأخلاق الكريمة. ينظر الواحد منهم إلى أخيه المسلم حيثما كان وحيثما حل بأنه أخ له في الدين، وبالتالي يتوجب عليه أن يعامله كما يأمر هذا الدين وكما يأمر هذا الدين وكما تقتضي أخلاق القرآن الكريم والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، أين نحن كذلك من مسؤوليتنا في الأسر وفي المدارس وفي المجتمعات عن مسؤوليتنا برعاية الأخلاق وكرائم الصفات؟ أين الآباء والأمهات من أخلاق أبنائهم وبناتهم؟ هل يسأل الأب ابنه أين قضى يومه متسكعا في الشوارع والطرقات يطوف حول الفتيات يلاحقهن بسوء من الأخلاق وسوء من التربية يرفضه الإسلام؟ لا، بل ترفضه مروءة العربي، مروءة الإنسان الذي يتحلى بالخلق الكريم والصفات النبيلة. أيها المسلمون، يا أبناء أرض الإسراء والمعراج، وحتى نبني مجتمعا فاضلا كريما يتحلى بالأخلاق الإسلامية والفضائل النبيلة، لابد لنا أن نراعي التربية في عدة مراتب. أولها الأسرة، وهي اللبنة الأولى في بناء الأخلاق. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت جيلا
طيب الأخلاق، وكذلك في المدرسة والجامعة وفي النادي وأماكن العمل وفي المجتمع بشكل عام، ننمي مراقبة الضمير، مراقبة الإيمان، مراقبة الخلق الكريم بين أفراد مجتمعنا. إذا رأينا المعروف أقررنا هذا المعروف وباركنا العمل به والسير في خطواته، وإذا رأينا المنكر أنكرنا هذا المنكر بقولنا ولساننا ويدنا وقلوبنا حتى يكون المجتمع خاليا من سوء الأخلاق التي تطيح لا سمح الله بالمجتمع إذا هي استفحلت في هذا المجتمع. فاحرصوا أيها المسلمين، واحرصوا يا أبناء أرض الإسراء والمعراج على التحصن من حسن الأخلاق الحميدة والفضائل الكريمة في بيوتكم، في شوارعكم، في مدارسكم، في جامعاتكم، في جميع منتدياتكم. اجعلوا الفضيلة تتقدم والرذيلة تتراجع وتتأخر عملا بهدي نبيكم عليه الصلاة والسلام الذي حثنا على حسن الأخلاق وحثنا على أن نكون ليلي الجانب مع بعضنا بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فيا فوز المستغفرين استغفروا الله وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله. فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الفضائل من أسس الرسالات كلها. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقائدنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله، أمرنا بكل فضيلة ونهانا عن كل رذيلة، فصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار بهم واتبع سنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، وأحذركم وإياي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أيها المسلمون، أيها المرابطون في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحاب المسجد الأقصى المبارك،
إن الأخلاق الإسلامية هي أساس في شريعتكم، لا بل هي عنوان على حسن هذا الدين وعلى أهمية رسالته وصلاحية هلال العالمين جميعا. وكل الديانات السماوية